حوادث العصر 4: تعريف المغول، شعوب آسيوية سكنت الجهات الشمالية من بلاد الصين. خصائص المغول: حياتهم رعوية، نظامهم قبلي، ديانتهم وثنية. وقد ظهر المغول في عالم التاريخ منذ القرن السادس الهجري، إذ كان الغموض يكتنف تاريخهم قبل ذلك التاريخ. سير الغزو المغولي: يبدأ تاريخهم مع جنكيز خان الذي قضى سنوات في نزاع متصل مع أعدائه القبليين، حيث نجح في فرض سلطانه على قبيلته والقبائل المجاورة. وبدأ يعمل جنكيز خان على تحقيق مطامعه في التوسع على حساب الممالك الإسلامية في المشرق، فوجه أنظاره نحو مملكة خوارزم، حيث اقتحم مدينة بخارى عام 606 هجري وقتل عددا كبيرا من جند المسلمين، ونهب الممتلكات وأشعل النار في المدارس والمساجد وفي غيرها من المباني، وخرج أهل بخارى عنها وهم لا يملكون سوى ثيابهم. ثم توجه جنكيز خان إلى سمرقند فحل بها من فضائع المغول ما أصاب الناس بالذعر. توفي جنكيز خان سنة 624 هجري بعد أن حقق أغراضه التوسعية وأنشأ إمبراطورية في منغوليا، وخلفه ثالث أولاده ويدعى أجتاي الذي واصل الأعمال الحربية للمغول في غربي آسيا، فاحتلوا ديار بكر وأربيل وقتل آخر سلاطين خوارزم شاه. علاقة الغزو المغولي بنهاية الدولة العباسية: حين آلت مقاليد العرش المغولي إلى مانغو خان، ولا أخاه هولاكو قيادة حملة لغزو بلاد فارس والعراق والشام، وكتب هولاكو إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يدعوه للتسليم، لكن الخليفة العباسي رفض التسليم ولم يجبه، فصمم هولاكو على المسير إلى بغداد. وصل هولاكو إلى بغداد في 200,000 مقاتل وحاصرهم من الجانب الشرقي، بينما كلف قائده باجو بمحاصرتها من الجهة الغربية. وبعد معارك دامت ودارت بين باجو وجيش الخلافة العباسية، تمكن المغول من اقتحام غربي بغداد في محرم سنة 656 هجري. أدرك الخليفة العباسي المستعصم بالله أنه لا مفر من دخول المغول بغداد، فأعلن استسلامه وأرسل بعض الهدايا الثمينة إلى هولاكو، ولكن المغول خدعوه بالوعود الكاذبة، فخرج لمقابلة هولاكو والمثول أمامه لإتمام المصالحة على أساس أن يكون نصف خراج بغداد للخليفة ونصفها الآخر لهولاكو. وحين التقيا استصفى هولاكو أموال الخليفة، ثم أمر بقتله وقتل أبنائه الذين خرجوا معه، وجردت القصور مما بها من التحف النادرة، واستباح بغداد لجنوده، فأعملوا السيف في رقاب أهلها وسلبوا أموالهم. عندها أعلن عن سقوط الدولة العباسية. لا شك أن هناك آثار سلبية خلفها الغزو المغولي، من أهمها زوال الدولة العباسية، إتلاف عدد كبير من الكتب القيمة والنادرة، قتل أهل العلم وأئمة المساجد. الملخص: الغزو المغولي، تعريف المغول، سير الغزو المغولي، علاقة الغزو المغولي بسقوط الدولة العباسية، الآثار السلبية للغزو المغولي.